واللي جوانا بنراعي اشياء كثيره، لان احنا في مرحله تحديات، لكن دايما بنحس ان احنا ابناء هذا الوطن اللي دمنا يعني معجون بتراب هذا البلد، فبتبقى دايما قلبنا على البلد، ودايما بنحس ان احنا عاوزين نبني دولتنا بناء قوي وفاعل ننهي بيه فتره صعبه انتوا عشتوها واحنا عشناها وكل الناس عاشتها بكل الفئات الاجتماعيه المختلفه. الفترة دي احنا دفعنا فيها الكثير وما زلنا بندفع حتى الآن. دايما لما يبقى عندنا وعي حقيقي بأبعاد المشكل، لما يبقى عندنا إحساس حقيقي بحجم التحديات اللي بتواجهنا بره وجوه، يمكن ده أحيانا بيفرملنا عن أمور يمكن تبقى مشاكل داخلية موجودة وغيره، فبنقول يا جدع اركن شوية، بص للتحدي الأكبر. ليه؟ احنا قضيتنا هي قضية الوطن أكتر منها قضية أي مشكلة أو أي خلاف موجود من هنا أو من هناك. الوطن اتسرق منينا في فترات سابقة، كنا مش عارفين الدنيا ماشية بينا فين، هويتنا حتودينا لفين، علاقاتنا داخل المجتمع، الفئات الاجتماعية المختلفة، الفتنة الطائفية كانت شغالة 24 ساعة ليل نهار، مطلوب البلد دي تتحطم، أي شخصية وطنية لابد أن نهيل عليها الثرى، أي حد بيتكلم عن مؤسسات الدولة، عن جيش بلده، عن شرطة بلده، عن قضاء بلده، عن مؤامرة بتحاك ضد بلده، لا انت بتنافق، انت كذا، انت ناسي كذا. لا يا جماعة الكلام ده ما ينفعش، دي بلدنا ولازم ندافع عنها ونقف بكل قوة وبكل إيمان ونتحدى. البلد دي عايزة مقاتلين، الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاتل، وهو عارف من البداية، خلي بالكم هو عارف من البداية انه هيخش ويتولى قيادة هذا البلد بعد أسابيع قليلة، كله اللي عنده كلمة هيقولها وحيتحمل، وعارف قد إيه حجم قدراته على التحمل، وده واضح تماما إن في أمور كتيرة جدا، نيران بتتفتح من كل حتة، ملفات بتتفتح من كل حتة، تحديات بتواجه البلد ده من كل حتة. آخرها ترامب طلع لي من كام يوم يقول والله المساعدات العسكرية اللي بنقدمها لمصر هي 1.3 مليار دولار دي بيشتروا بيها أسلحة روسية. يا عم الحاج ده احنا ما بناخدش فلوس اصلا من اساسه، وانت عارف ده كويس قوي. كفايه المساعدات الاقتصاديه خفضتوها الى اقل حد، واللي بتشرف عليها المعونه الامريكيه مش حد تاني، يعني ما بناخدش منكم اللضا، كلها معدات عسكريه او بنشتري قطع غيار او غيره او غيره. لكن مطلوب الان ابص الاقي مثلا من بره في الخارج بيانات بتطلع من البرلمان الاوروبي ومش عارف ايه، ويتوعدونا بايه؟ بالراحه بالراحه بالراحه، دي مصر، مصر بحجمها وقوتها. وبرضه بقول لإخواننا التانيين سواء في الإعلام أو في منظمات مجتمع مدني أو في غيره أو في غيره أو في غيره، خلينا ندير ملفاتنا صح، خلينا نتكلم عن أزماتنا صح، خلينا يبقى عندنا خطاب إعلامي موضوعي. المسألة مش شتايم، المسألة مش بهدلة، المسألة مش إن أنا يعني أفتح على البحري، لا، في صانع قرار سياسي لديه حساباته ولديه معلومات أكتر منك وأكتر مني، سيب هذا الصانع يبتدي يمسك هذه الملفات. لأنك أنت في يوم من الأيام يا جماعة، في يوم من الأيام واحد إعلامي طلع قال ده الشرطة المصرية هي اللي قتلت روجيني، لما راح مجلس النواب ورئيس مجلس النواب هناك في البرلمان هناك طلعوا له هذا الكلام. وواحد تاني برضه طول عمره ماشي مع منظمات المجتمع المدني